ما كاينش المنع، انا ما انا لم اقل المنع، قولوني ما لم اقل. كاين هناك العوده الى دفتر التحملات اللي كان القديم ديال التسمين. غادي غيبقى البقر غيدخل عادي، ما كاين حتى شي اشكال. كاين بعض الامراض اللي ظهرت في الدول المصدره، حنايا المكتب الوطني للسلامه الصحيه خدع العاتق ديالو باش يحبس هاد الامراض ما تدخلش، وحنا كفيدراليه حتى حنا كندعموا القرار ديالو وحنا معاه باش ما يدخلوش لنا الامراض وباش نحافظوا على القطيع الوطني ديالنا. وفي نفس الوقت غيبقى يدخل الابقار، غتبقى تدخل المغرب، ولكن باجراءات اللي هي غتكون شويه صارمه باش ما نحاولوش كما قلت لك ندخلوا الامراض ديالنا هاد الامراض للمغرب. لا لا ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي حاجه. المكتب الوطني للسلامه الصحيه يعني خدا معنا يعني بعد الاجراءات اللي خلاتنا غادي بقينا كندخلوا يعني حتى التاريخ اللي حدد، وما كاين حتى شي حاجه. كانت الامور غاديه يعني سلسه، الامور كلها غاديه، البقر غادي يبقى يدخل عادي. دفتر التحملات غادي يرجعوا ليه هو ديال التسمين اللي غادي يرجعوا ليه باش نعاود ثاني نخدموا به. كما قلت لك لان في اجراءات اللي هي شويه صارمه، وحنا راه مع هذا القرار وما عندنا حتى شي اشكال. وانا لم اقل هناك منع، وليس هناك منع، ما غاديش يكون شي تاثير، لان غتبقى جميع الابقار غتبقى تدخل. كنتسناو غير واحد دفتر التحملات ديال الزوتيكنيك اللي غادي يخرج باش يعطينا عاود ثاني، اللي نبقاو ندخلوا يعني تولي راس يعني كاع لي راس وكاع الاوزان باش نحاولوا نبقاو غاديين في نفس الريتم اللي كنا غاديين فيه. غتكون بعض المصاريف اللي زايده، ولكن ماشي شي حاجه كثيره، وما غاديش يكون شي تاثير كبير، ما غاديش يكون شي تاثير كبير، لان غتبقى الامور غاديه كما هي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.